لدي مربع هنا مثل هذا، وما يجعله مربعا هو أن جميع أضلاعه متساوية. لم أتعمق في الزوايا بعد، لكنها زوايا قائمة تقع بجانب بعضها، سأرسمها هكذا. هذا يعني أن هذا الضلع السفلي يكون اتجاهه بشكل مستقيم من اليسار إلى اليمين، والضلع الأيسر هذا سيتجه من الأعلى إلى الأسفل. هذا ما تعنيه الزوايا القائمة. دعوني أفترض أن طول هذا الضلع 8 متر، هذا الضلع وهذا مربع، وأريد أن أسألكم ما هي مساحة هذا المربع area. حسنا، المساحة تكون مقدار حيز المربع. دعونا نفترض على الشاشة هنا إنها طريقة لقياس مقدار الحيز الذي يأخذه الشكل على سطح ثنائي الأبعاد، والسطح ثنائي الأبعاد هو مثل هذه الشاشة أو كقطعة ورق التي ربما تحل هذه المسألة عليها. فإذا كان لديك غرفة قياسها 8 متر ضرب 8 متر، مقدار السجاد الذي ستحتاجه هو عبارة عن حجم الفراغ الذي تحتاج تغطيته بالسطح ثنائي الأبعاد. إذا المساحة هنا عبارة عن الحجم الذي تملأه، وهي سهلة الإيجاد بالنسبة لحالة المربع. سيكون القاعدة ضرب الارتفاع، وهذا صحيح لأي مستطيل، لكن بما أن هذا مربع فالقاعدة والارتفاع سيكونان متساويان وهو 8 متر. والمساحة تكون 8 متر ضرب 8 متر، أي تساوي 8 ضرب 8 ويساوي 64 ثم متر ضرب متر، عليك فعل الشيء نفسه للوحدات، فنحصل على 64 متر مربع. أو بطريقة أخرى، هذه 64 متر مربع، وربما ستقول أين هذه 64 متر مربع؟ حسنا، يمكنك أن تقسمه. دعوني أرسمه بصورة أكبر مما رسمته، وكان يجدر بي أن أرسمه كبيرا منذ البداية. دعوني أفترض أن هذا نفس المربع، سأرسمه ودعوني أقسمه من النصف. دعوني أرى، لدي وقسمته مرة أخرى، وأقسم كل ضلع مرة أخرى هكذا. يمكنني فعل ذلك بطريقة أخرى، ودعوني أفعلها مرة أخرى. نقسمهم هكذا ثم نقسم هذا هكذا. حسنا، وسبب أنني فعلت هذا هو حتى أريكم الأبعاد على طول القاعدة والارتفاع. قلنا أن هذا 8 متر، ولاحظوا لدي 1 2 3 4 5 6 7 8 متر، ونفس الشيء على طول هذا الضلع، لدي 1 2 3 4 5 6 7 8 متر. فعندما نتحدث 64 متر مربع، أي نحن نقوم بعد كل متر مربع. المتر المربع هو قياس ثنائي الأبعاد، متر لكل ضلع، هذا 1 متر وهذا 1 متر. ما أقوم بتضليله باللون الأصفر هنا يساوي 1 متر، ويمكنك تخيل عملية عد الأمتار المربعة. يكون لدينا في كل صف 1 2 3 4 5 6 7 8 متر مربع، ثم لدينا 8 صفوف، وسيكون لدينا 8 ضرب 8 متر مربع أو 64 متر مربع. وهي إذا جلست هنا وقمت بعد هذه فستعود 64 متر مربع. الآن ماذا سيحدث إذا سألتكم عن محيط المربع؟ محيط المربع بيراميتر. المحيط عبارة عن المسافة التي تحتاج أن تمشيها حول المربع. إنه ليس قياس. على سبيل المثال، كم مقدار السجاد الذي نحتاجه قياسه؟ على سبيل المثال، إذا أردت وضع سياج حول السجاد، إنني نوعا ما أخلط الأمور الداخلية والخارجية، سيكون مقدار السياج الذي ستحتاجه هكذا، تكون المسافة حوله، ستكون تلك المسافة زائد تلك المسافة زائد تلك المسافة زائد تلك المسافة. لكننا بالفعل نعلم هذه المسافة السفلية وهي 8 متر.
ثم نعلم أن الارتفاع هو 8 متر، إنه مربع، هذه المسافة العليا ستكون نفس هذه المسافة السفلى، أي تكون 8 متر أيضا. ثم عندما نذهب في الأسفل إلى اليسار ستكون 8 متر أخرى. لدينا 4 أضلاع، 1 2 3 4، كل واحد منهم يعادل 8 متر، إذا نضيف 8 متر إلى نفسها 4 مرات، هنا 8 ضرب 4 ونحصل على 32 متر. والآن لاحظوا عندما قسنا مقدار السياج الذي نحتاجه وصلنا إلى وحدة الأمتار، وهي نوعا ما قياس أحادي البعد هنا، لأننا لا نقيس أمتار مربعة هنا، أي لا نقيس كمية المساحة بل نقيس مسافة، المسافة التي ننتقلها. قد نأخذ بعض الانحناءات، لكن هذه استقامة السياج، حيث سيكون سياج كبير كهذا ويكون له نفس الطول وهو 36 متر، ولهذا السبب لدينا وحدة الأمتار للمحيط، لكن بالنسبة للمساحة لدينا متر مربع، لأننا نقوم بأخذ هذان القياسان ثنائي الأبعاد. الآن دعونا نجعله ممتع أكثر، ماذا سيحدث إذا كان لدي مستطيل بدلا من المربع؟ مثل هذا، لدي مستطيل كهذا، دعونا نفترض أن قياس هذا الضلع 7 سنتيمتر، ولنفترض أن الارتفاع هو 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، إذن ماذا تكون مساحة المستطيل؟ ستكون 7 ضرب 4 سنتيمتر، إذن 7 سنتيمتر ضرب 4 سنتيمتر، وتذكروا يمكننا أن نرسم 7 صفوف وكل واحدة منها قياسه 4 سنتيمتر مربع، كل واحد من هذه هي سنتيمتر مربع، فإذا أردت عدهم جميعهم سيكون لديك 7 ضرب 4 سنتيمتر مربع، إنها 4 سنتي وتساوي 28 سنتيمتر مربع. ما هو المحيط؟ ما هو المحيط؟ حسنا، سيكون مساويا لهذه المسافة، أي 7 سنتيمتر زائد هذه المسافة، أي 4 سنتيمتر زائد هذه المسافة الموجودة في الأعلى، هذا مستطيل، ستكون نفس المسافة هذه، إذن زائد 7 سنتيمتر أخرى، ثم سيكون لدينا هذه المسافة في الجانب الأيسر، لكن هذه المسافة في الجانب الأيسر هي نفس هذه المسافة 4 سنتيمتر أيضا، إذن زائد 4 سنتيمتر أخرى. على ماذا نحصل؟ نحصل على 7 زائد 4 يساوي 11، ثم لدينا أيضا 7 زائد 4 أخرى، لدينا 11 زائد 11، أي 22 سنتيمتر، مرة أخرى ليس بوحدة سنتيمتر مربع. الآن دعنا نحاول، أو دعونا نبتعد عن المستطيل أو مثال المستطيل. إذا دعونا نرى إذا كان يمكننا فعل نفس الشيء مع المثلثات. دعونا نفترض أن لدي مثلث هنا، لدي مثلث هكذا، ولنفترض أن هذه المسافة في الواقع، دعوني أرسمها هكذا، أعتقد أنها تبدو أسهل عندما تكون هكذا حتى تروا كيف أن هذا يرتبط بالمستطيل، دعوني أرسمه هكذا، هيا بنا، هذا هو المثلث، ودعونا نقول أن هذه المسافة هي 7 سنتيمتر، ولنفترض أن ارتفاع المثلث هو 4 سنتيمتر، وأريد أن أسألكم ما هي مساحة المثلث؟ Area of triangle، ما هي مساحة المثلث؟ حسنا، عندما يكون لدينا مستطيل كهذا نقوم بضرب 7 ضرب 4، لكن ماذا سيعطينا؟ سيعطينا مساحة المستطيل جميعه، إذا ضربنا 7 ضرب 4 فالحاصل سيكون عبارة عن مساحة المستطيل كاملا. يمكنك أن تتخيل توسيع المثلث بهذا الشكل، هذا مثلث قائم سيكون مستقيم إلى الأعلى والأسفل، ومستقيم من اليسار إلى اليمين ثم الأسفل هكذا،
إن قياس الزاوية 90 درجة، إذا كان لديك فكرة حول الزوايا، إذا يمكنك أن تعتبره تقريبا نصف هذا المستطيل، بل هو بالفعل كذلك وليس تقريبا، لأنه إذا قمت بمضاعفة هذا يمكنك أن تتخيل إذا قلبت هذا المثلث ستحصل على نفس المثلث لكن بشكل مقلوب. فإذا فكرت عندما تضرب 7 ضرب 4 ستحصل على مساحة المستطيل كاملا. إذن كما فعلنا هنا، لكننا نريد أن نوجد مساحة المثلث، نريد أن نعرف هذه المساحة. يمكنك أن ترى من هذا الرسم أن مساحة هذا المثلث هي بالضبط نصف مساحة المستطيل ككل. إذن مساحة المثلث تساوي القاعدة ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. هذا حتى الآن القاعدة ضرب الارتفاع هي مساحة المستطيل، وحتى نحصل على مساحة المثلث سنضرب ذلك بنصف. إذن نصف القاعدة ضرب الارتفاع، وفي المثال ستكون نصف ضرب 7 سنتيمتر ضرب 4 سنتيمتر. نحن نعلم حاصل 7 ضرب 4، نعلم أنه 28 سنتيمتر، لقد فعلنا ذلك في الأعلى. إذن هذه تساوي 28 سنتيمتر مربع. ثم نريد وحدة السنتيمتر ونريد أن نضرب ذلك بالنصف، إذن ستكون 14 سنتيمتر هكذا. إذن مساحة المثلث بالضبط تساوي نصف مساحة المستطيل. والآن محيط المثلث يصبح معقدا بعض الشيء لأن إيجاد هذه المسافة ليس أبسط شيء في العالم. حسنا، سيكون سهلا عندما تتعلم نظرية فيثاغورس، لكني سأتخطى ذلك الآن، سأتركه لعرض نظرية فيثاغورس. دعوني أعطيكم مساحة مثلث إضافية. لنفترض أن لدي مثلثا يبدو هكذا، إن هذه حالة خاصة جدا حيث أجعله يبدو كنصف مثلث. دعونا نفترض أن لدي مثلث يبدو هكذا، إنه منحرف بعض الشيء. ودعونا نفترض أن هذه المسافة تساوي 3 متر، 3 متر، تلك المسافة تساوي 3 متر، ولنفترض أننا لا نعلم ما هي تلك المسافة ولا نعرف ما هذه المسافة، لكننا نعلم أنه إذا أردنا أن نضع خط مستقيم في الأسفل هكذا، إذا تخيلت أن هذه بناية وجبل وقمت برمي شيء من أعلى بخط مستقيم إلى الأسفل هكذا، نحن نعلم أن هذه المسافة تساوي، لنفترض أنها تساوي 4 متر، فما ستكون مساحة المثلث؟ ما هي مساحة هذا المثلث؟ حسنا، نطبق نفس الصيغة، المساحة تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، تساوي نصف القاعدة عبارة عن قاعدة هذا المثلث، إذا نصف ضرب 3 ضرب ارتفاع المثلث. وأعتقد أن أفضل طريقة للتفكير في ارتفاع المثلث هذا الشيء لم يكن في المثلث لكنه الارتفاع. إذا تخيلت أن هذه بناية فستقول كم ارتفاع هذه البناية، سيكون هذا الارتفاع. إذا نصف ضرب 3 ضرب 4، تستخدم هذه المسافة، ما يساوي 3 ضرب 4 يساوي 12، ضرب نصف يساوي 6، وسنتعامل مع وحدة المتر مربع. وفي الواقع أريد أن أؤكد هذه الفكرة لأنه إذا أعطيتك مثلثا يبدو هكذا حيث هذا 3 متر، ثم إذا أردت أن أقول لك أن هذا الضلع هذا هو 4 متر ولا يمكنك هنا أن
أن تطبق هذه الصيغة وتجد الناتج، في الحقيقة عليك أن تعرف بعض الزوايا حتى تكون قادرا على إيجاد المساحة، أو أن عليك أن تعرف الضلع الآخر هنا. هذا ليس سهلا، عليك أن تعرف ما هو ارتفاع المثلث، أي عليك أن تعرف هذه المسافة. في هذه الحالة كانت واحدة من الأضلاع، لكن في هذه الحالة ليست من الأضلاع. عليك أن تجد هذا الضلع الموجود على الجانب الأيمن حتى نطبق هذه الصيغة.